إلى حلقة جديدة من زوايا الحدث، أهلا بكم. نخصص هذه الحلقة للوقوف على معاناة الجرحى في تعز. نفذ العديد من جرحى محافظة تعز وقفة احتجاجية وتظاهرة حاشدة جابت شوارع المدينة للمطالبة بسرعة معالجتهم. وأشار بيان الوقفة الاحتجاجية إلى استمرار التصعيد السلمي للمطالبة بحقوقهم واعتماد مخصصاتهم المالية أسوة بزملائهم في باقي المحافظات المحررة وضرورة الاهتمام بالجرحى العالقين في الخارج. نتوقف عند هذا الخبر لنناقشه في محورين: إلى متى تستمر معاناة جرحى تعز؟ وهل ستصدق هذه المرة الحكومة بوعدها؟ من الجبهات إلى الشوارع يحملون أوجاعهم وهم القضية، هذا ما بات عليه حال جرحى مدينة تعز الواقعين تحت قسوة الجراحات، وهي تنهش أجسادهم وإهمال الجهات الرسمية. أن تقاتل في صف البلاد ودفاعاً عنها ثم يتم التنكر لجراحاتك لهو أسوأ من الموت نفسه، هذا ما تقوله ملامح هؤلاء المكسورة آمالهم. يجوبون الشوارع بعضهم بلا أقدام، يقفون احتجاجاً على ما يلاقونه من تسويف. ويشير بيان وقفتهم الاحتجاجية إلى استمرار التصعيد السلمي للمطالبة بحقوقهم واعتماد مخصصاتهم المالية أسوة بزملائهم في بقية المحافظات المحررة وضرورة الاهتمام بالجرحى العالقين في الخارج. وأمام إصرارهم يوجه رئيس الوزراء معين عبد الملك باعتماد 500 مليون ريال بشكل عاجل باسم معالجة الجرحى، لكن الحديث عن التوجيهات مع كثرتها لم يعد مصدر بهجة وأمل حقيقي لهؤلاء الذين تضاعفت جراحاتهم وهم ينتظرون تنفيذ التوجيهات السابقة التي تحولت إلى سراب. نبدأ النقاش مع ضيفنا من تعز نشوان الحيدري، أمين عام رابطة جرحى تعز. أهلا بك أستاذ نشوان. أهلا وسهلا بكم. بداية لو تضعنا أستاذ نشوان في صورة الأوضاع والمعاناة لجرحى مدينة تعز. أولا نشكر قناة بلقيس على اهتمامها بملف جرحى تعز. أخي العزيز، جرحى مدينة تعز ذاقوا الأمرين وذاقوا الويل والثبور وتذوقوا الآلام المتتالية طوال الفترة السابقة في ظل صمت نعتبره مخزي من قبل الحكومة الشرعية وأيضا قيادة السلطة المحلية والقيادة العسكرية، أن يظل الجرحى بين الفينة والأخرى وهم في الشوارع يطالبون بحق العلاج، وهو الحق الأول من حقوقهم كجرحى ضحوا في معركة الدفاع عن الوطن والسعادة الشرعية الذي تم الانقلاب عليها. معاناة جرحى تعز، وكما نقلتم في عدة حلقات وفي عدة أيام، يفتقرون لأدنى مقومات العلاج لا في الداخل ولا في الخارج. جرحى خاست ذراعهم، تعفنت ذراعهم، أصيبوا بمضاعفات جراء الجراح أدت إلى بعضهم فقد العيون، بعضهم أصيب بشلل تام جراء الإهمال الذي نعتبره متعمد. طيب، ينضم إلينا أيضا من تعز أحد الجرحى محمد الفقيه، نشركه معنا في النقاش أيضا. أهلا بك أخ محمد. أهلا بك أخي محمد. ما هي معاناتكم الآن؟ أين هي جوانب التقصير في التعامل والتعاطي معكم كجرحى للمقاومة والجيش الوطني في محافظة تعز؟ السلام عليكم. نشكر قناة حقوقها واهتمامها ملف جرحى تعز. جرحى تعز يا عزيزي يعانون الأمرين، مرارة الجراح ومرارة الخذلان والنكران من قبل الشرعية، من قبل الحكومة الشرعية والقيادات العسكرية والأحزاب السياسية. تعز قدمت أكثر من 7000 شهيد و23 ألف جريح دفاعا عن الجمهورية والدولة الشرعية التي أصبحت تدير ظهرها لمن ضحوا بدمائهم رخيصة من أجل استعارة الدولة وإنهاء الانقلاب الحوثي. لولا هؤلاء الجرحى لكانت تلك الحكومة مشردة في خارج أرض اليمن، ولا حول لهم ولا قوة. للأسف يا أخي العزيز، الحكومة الشرعية ومن أبناء تعز المسؤولين
بلاد ما تعيش الحكومة الشرعية. لدينا وزراء وكان وزارات ورئيس وزراء و 40 عضو في مجلس النواب. هؤلاء لو كان لديهم ضمير لاستطاعوا الضغط على إخراج غيرية ثابتة للجنة الطبية. طيب. الآن من يستمع إلى كلامك يا محمد كأنك تقول أن جرحى تعز لم يقدم لهم شيء من قبل الحكومة، الآن ما الذي قدم لكم وأين هي جوانب القصور؟ في ماذا قصرت معكم الحكومة والجهات المسؤولة؟ ممكن تعيد السؤال لم أسمع. أنت الآن تتحدث كأنه لم يقدم لكم شيء كجرحى تعز ولم يتم الاهتمام بكم بشكل مطلق، لكن هناك جرحى يعالجوا في الخارج وفي المستشفيات أيضا في الداخل، فلو تضعنا أمام يعني بالتفاصيل يعني أمام جوانب القصور الآن، أين هي المشكلة في التعامل مع جرحى تعز؟ أين هو التقصير في أي جانب؟ التقصير في عدم رفض اللجنة الطبية ميزانية تشغيلية. الذين يعالجون في الخارج والذين يعالجون في الداخل يعني اغلب الاموال هي عن طريق فاعل خير، عن طريق هناك بربط ديون للجنه الطبيه في الهند وفي مصر، وتوقف الان العلاج عليهم يعني ما يقارب $1,700,000 تحتاجه اللجنه الطبيه لمعالجه جرحى الهند والخارج واغراق ملفهم كامل. المتواجد الخضران ياتي عزيزي كما قلت ويعني وسنظل نقول انهم من الحكومه الشرعيه من رئيس الوزراء الدكتور معين عبد الملك ابن تعز الذي خذل جرحى تعز. طيب اعود للاستاذ نشوان يقول تمام. طيب اعود للاستاذ نشوان الحيدري امين عام رابطه الجرحى، تقولون ان الحكومه خذلتكم، لكن ماذا عن التوجيهات الاخيره لرئيس الحكومه معين عبد الملك بتقديم ورصد مبلغ $500,000,000 لجرحى تعز؟ أخي العزيز، بالنسبة لل 500,000,000 التي حولت من قبل الأخ رئيس الوزراء، الأخ رئيس الوزراء يعلم وقدمت له مذكرات سابقة بأن جرحى تعز بغير تعزيز مالي وأنهم لا يوجد مخصصات مالية. للأسف الشديد خذل جرحى تعز من ابن تعز البارغني هو الأخ معين عبد الملك رئيس الوزراء منذ أن تم تعيينهم، ولم يرفض اللجنة الطبية بأي مخصصات مالية. الـ500,000,000 هذه لا تكفي لعلاج شيء. إذا كانت ديون لجنة القاهرة ما يقارب من $1,500,000، ماذا تعني 500,000,000 اليوم؟ هناك معانا ما يقارب من 400 جريح بأمس الحاجة للسفر للعلاج في الخارج، أقرت لهم اللجنة الفنية السفر. هذه 500,000,000 مجرد لا نعتبرها إلا أنها مخدر موضعي لأجل إسكات الجرحى. نحن نطالب بمستحقات، برفض اللجنة بمستحقات مالية تمكنها من معالجة كافة جرحى تعز في الداخل والخارج. الـ500,000,000 إذا حولت الدوار انظر أخي بكم ستكون. هذه لا تحول حتى جزء من مشكلة الجرحى العالقين في الخارج، فما بالك بقيه الجرحى الذين هم بحاجه ماسه للسفر؟ ما بالك الان المدينه تقصف ونحن في معركه في تعز. طيب استاذ نشوان، الان تقول ان الجرحى عالقون في الخارج وهناك تقصير في الدعم، الان من يتحمل او على نفقه من يتم علاج الجرحى في الخارج، وهل العلاج مستمر لهم في هذه الفتره؟ اخي العزيز، بالنسبة للجرحى اللي في الخارج نعلم جميعنا أنها صرفت $2,000,000 قبل فترة، وسفر مجموعة من الجرحى وكان هناك ملف فساد وعبث بمستحقات الجرحى. معظم الجرحى الذين سفروا إلى الخارج على نفقات فاعلي خير، على نفقات المؤسسات الخيرية. بالشعب بالله عليك، أتى من يرضيه أن يصبح جرحى تعز الجريح العظيم اللي ضحى بروحه وافتدى هذا الوطن وعمل على السعادة الشرعية أن يصبح تسفيره وعلاجه على عبر منظمات خيرية ومؤسسات خيرية؟ أيضا في الخارج نعرف جميعنا أن المستحقات لا تصل في وقتها، وأنهم في رمضان جرحى الهند ظلوا من مسجد إلى آخر يبحثون عن فطور، ونحن نمتلك حكومة وشرعية وكذا وكذا. طيب أنقل حديثك إلى ضيفنا من تعز أيضا محمد الثوابي رئيس اللجنة الطبية لجرحى تعز. أهلا بك دكتور محمد، أو أستاذ محمد أهلا بك.
اهلا وسهلا بكم. انا في عدن اخي. في عدن، في العاصمة المؤقتة عدن. اهلا بك استاذ محمد. اذا الكثير من الخذلان يتحدث عنه جرحى محافظة تعز، وربما استمعت أنت لصور كثيرة من هذا الخذلان تحدث عنها ضيفينا فيما سبق من وقت هذه الحلقة، وأن الجرحى اليوم يعالج على نفقات الجمعية الخيرية وفاعلي الخير. لماذا هذا التقصير والإهمال من قبلكم تجاه جرحى تعز؟ فقدنا الاتصال بالأستاذ محمد ثوابي، سنعاود التواصل به لاحقا. أعود للجريح محمد الفقيه من تعز. اليوم في ظل استمرار معاناتكم محمد، ما هي وسائلكم للضغط من أجل إنهاء هذه المعاناة؟ يعني التوصية، نحن نريد ميزانية كما تحدثنا، نريد ميزانية تشغيلية ثابتة لجرحى تعز. كان هناك مبلغ قبل إقالة الدكتور أحمد عبيد بن داغر، كانت سوف تصرف يعني أقيل ولم يتم صرفها، وامتنع ابن تعز الدكتور معين عبد الملك عن صرفها. طبعا مطالبنا ثابتة، مطالبنا صندوق لجرحى تعز. نتمنى من رئيس الجمهورية يعني إعطاء أمر بإنشاء صندوق لجرحى تعز. مطلبنا كذلك يا عزيزي سكن لأبناء تعز، مطلبنا أبواب التعليم لجرحى تعز. لدينا عدة مطالب، نحن لم نصل إلى المطلب الأول وهو العلاج، فكيف نصل إلى بقية المطالب؟ طيب شكرا جزيلا لك الجريح محمد الفقيه من تعز، وأعود للتواصل مع ضيفنا من العاصمة المؤقتة عدن محمد ثوابي رئيس اللجنة الطبية لجرحى تعز. أهلا بك أستاذ محمد مرة أخرى. نعم أخي. تسمعني أستاذ محمد؟ أسمعك الآن تفضل. ردك على كل ما ورد سابقا من قبل الأستاذ نشوان الحيدري أمين عام رابطة الجرحى والجريح محمد الفقيه عن الكثير من الخذلان الذي يتعرض له جرحى تعز، وأنهم باتوا اليوم فقط على نفقة الجمعية الخيرية يتعالجون في الخارج وأيضا فاعلي الخير، لماذا كل هذا التقصير من قبل الحكومة؟ نعم أخي، ما معهم حق، وربما نحن نتألم يوميا ونشعر بخذلان نحن حتى في اللجنة، لأننا أخي الكريم تعبنا الجهات الحكومية بالمبالغ التي يجب أن تكون لجرحى تعز. طالبنا من فخامة رئيس الجمهورية إلى دولة رئيس مجلس الوزراء إلى وزارة الدفاع إلى المحافظ إلى قيادة المحور، لكن حقيقة ما يعني ما نقوله بصدق أننا يعني حتى بالأمس نحن مع دولة رئيس مجلس الوزراء في الاجتماع استغرب انه فقط طلبوا لكم $2 مليون السابقه، يعني ذكرناه انه في محافظات اخرى وفي مناطق اخرى الجرحى لا يعانون مطلقا وعندهم الامور بشكل طبيعي جدا، وربما افرادهم في الخارج اضعاف ما نحن جرحانا في الخارج نعاني بشكل كبير جدا، ونحن اضطرينا في قبل شهر او شهرين اخي لتعليق تشعر الحكومة بعد مناشدات عدة أننا لدينا جرحى. يا أخي الكريم يعني نحن أنا كطبيب كإنسان أتعامل قبل أن أكون رئيس لجنة طبية، عندما يأتيني جريح القيح يخرج من عينه يعني أنا يعني الأمر كبير بالنسبة إلينا طبيا، ولا نستطيع أن نعمل لهذا الجريح شيئا، ولا يوجد عندنا المبالغ الكافية، لا يوجد شيء يعني أي مشكلة سوى عدم توفر المبالغ. نحن في تعز أخي في معركة مستمرة يوميا عندنا جرحى يوميا، يعني احنا كنا نقول بالأمس لدولة رئيس مجلس الوزراء يعني 304 جرحى بحاجة إلى سفر عاجل، الآن نحن بحاجة إلى سفر 315 جريح إلى سفر عاجل في هذا اليوم، وغدا سيكونوا ربما 20 وربما ونحن في مدينة تعز لدينا. طيب دكتور محمد، أن تقول أن رئيس الوزراء تفاجأ، طيب أن تقول أن رئيس الوزراء تفاجأ بلقائكم الأخير معه يوم أمس بالكثير من التفاصيل في ملف جرحى تعز، أين مكمن الخلل اليوم في الآليات في التي من خلالها يتم التعاطي مع ملف جرحى تعز؟ وأيضا أشرت إلى نقطة ربما تتعلق بالتمييز فيما بين الجرحى. أخي الخلل هو أنه نحن طالبنا لدولة رئيس الوزراء في السنة الماضية قلنا نريد موازنة ثابتة لهذه اللجنه، لا نظل مع كل شهر ونحن نشحت، الان مثلا سناخذ 500 مليون، كم هذه 500 مليون اذا كان جرحى الان في مصر يطلبوا منا مليون يعني كم هذه ال 500 مليون الان؟
ولدينا 300 يعني و15 جنيه بحاجه الى السفاره، اين تطلع 500 مليون هذه؟ طبعا الوزراء متفهما انه سيكون بعد ايام في الرياض وسيعرض تفصيليه للجرحى في اجتماعه مع رئيس الجمهوريه. طيب الان تعامل الحكومه والاليه المتبعه الان في ملف جرحى تعز دكتور محمد، هل فقط هي بالامر المباشر وكل مره لابد من زياره المسؤولين حتى يتم التوجيه بصرف مبالغ ماليه، ام هناك ربما اليه ثابته في التعامل مع هذا الملف خصوصا بباقي المحافظات وجرحى باقي المحافظات المحرره؟ طيب سنعاود التواصل بالدكتور محمد الثواب فقد اتصل به، وينضم الينا من الهند السيد توفيق عبد الملك فرحان قيادي في مقاومه تعز. اهلا بك استاذ توفيق. الله اخي الكريم، اهلا بك واهلا بضيوفك الكرام، اشكرك واشكر قناه بلقيس على هذه الاستضافه. انت في الهند الان ومرافق لاحد الجرحى، لو تنقل لنا صوره عن معاناه الجرحى اليمنيين المتواجدين في الهند. حياك الله اخي الكريم، انا في الهند في رحله علاجيه خاصه واعيش ملاحظات الجرحى في الهند وفي تعز وفي مصر. بدايه اقول اخي الكريم نترحم على شهدائنا الابرار، نقدم خالص تحايانا لجرحانا الابطال الميامين في كافه جبهات القتال وفي كافه المستشفيات وعلى اسرتهم في البيوت الذين يعانون من آلام والتفاقم أو معاناتهم وتحول جراحاتهم إلى إعاقات دائمة ينتظرون التشفير. الجرحى أخي الكريم قضية وطن، قضية ضمير، قضية أخلاق، قضية وفاء، قضية إنسانية. محزن أن نتكلم عن الجرحى في معركة، محزن أن نتكلم عن الجرحى والجريح عنصر مهم ينبغي أن يستحضر في أي معركة عسكرية. الجرحى حين توضع وترسم خطة الهجوم في أي معركة توضع خطة الإخلاء الطبي والإسعاف وما يحتاج الجريح. حين يقدم صندوق الذخيرة في المعركة يقدم صندوق الإسعافات الأولية. حين يرقى الجنود المبرزون يرقى الشهداء والجرحى. لكن للأسف معاناة الجرحى كبيرة جدا. الجرحى في الهند أو في القاهرة أو في اليمن اليوم بلا مصاريف أخي الكريم، بلا تغذية، بلا مصاريف سكن، فضلا عن أن نكون هنا من أشهر دون أن يلقوا الدعم الكافي لإدخالهم في المستشفيات. مصاريف كما سمعت من الدكتور رئيس اللجنة الطبية في تعز، محدودية إمكانيات صندوق الجرحى في تعز محدودة جدا. الجرحى يعانون من إهمال من الحكومة الشرعية، من رئاسة، من رئاسة الوزراء. هناك غفلة عن اشتياقات الجرحى. لا أدري من يضع الحفر أو يضع العقبات في طريقة الشرعية وخطط التحرير. طيب الآلام في الهند مثلا التقصير فقط في مصاريف الخاصة ومصاريف السكن والتغذية أم أيضا في العمليات ورسوم المستشفيات؟ تصور أخي الكريم إذا كان الجريح لا يجد مصروف السكن ولا يجد المصروف التغذية كيف سيجد مبالغ لإدخاله للعمليات قضاء العمليات؟ هناك جرحى يحتاجون عمليات إسعافية ومستشفيات الهند لا تستقبلهم لأن مديونية المستشفيات أو مديونية اللجنة لدى المستشفيات. طيب ألا يفترض أن هناك جهات ترافق هؤلاء الجرحى وتتولى مهمتهم ومسؤوليتهم في الخارج وبالتالي ترفع تقارير حول كل هذا التقصير والمعاناة؟ أخي الكريم أنا سأضعك في الصورة، ينبغي أن نعرف جميعا وأن يعرف المشاهد، وينبغي أن توصل هذه الرسالة للرئيس هادي ولنائبه ولرئاسة الوزراء ولرئاسة الأركان أنه من غير المنطقي، من غير المعقول، من غير المقبول ألا يكون هناك ميزانية محددة للجرحى. أخي الكريم الجرحى في اليمن بأكمله إذا رصدنا لهم ميزانية لا يحتاجون إلى ميزانية لواء من أكثر من 50 لواء في الشرعية. لا يعقل أن تصرف الدولة مرتبات لأكثر من 50 لواء، أن تصرف مليارات مستلزمات حرب وخوض معركة، أن تنفق مليارات الدولارات في المعركة العسكرية ولا يصرف للجرحى ميزانية لواء عسكري واحد.
طيب شكرا جزيلا لك القيادي في المقاومه في اليمن بأكثر. شكرا جزيلا لك القيادي في مقاومه تعز، كنت معنا من الهند. تكفي بحل الملف واغلاقه تماما. شكرا جزيلا لك توفيق عبد الملك فرحان قيادي في المقاومه ومرافق لاحد الجرحى من الهند. اعود للاستاذ نشوان الحيدري. استاذ نشوان، هل هناك اي دور في ملف الجرحى للمنظمات الانسانيه؟ نعم اخي العزيز، نحن لم بصراحه نقولها ان جرحى تعز واكثر الجرحى الذين سفروا كانت للجمعيات والمنظمات والمؤسسات الانسانيه العامله في محافظه تعز. اقولها بصراحه ان ماجدات تعز كالمؤسسه كالدكتوره خديجه الحجابي والاستاذه حياه الضبحاني والاخت انيسه اليوسفي وكثير من الناشطات قدمنا لجرحى تعز ما لم تقدمه الحكومه الشرعيه وما لم تقدمه القياده العسكريه وما لم تقدمه السلطه المحليه وما لم يقدمه رئيس الجمهوريه لجرحى تعز. كل معظم الجرحى الذين سكروا اذا خرجناهم ستجد انهم سكروا على حساب هذه المنظمات. اما كما قال الاخ الدكتور محمد صوابي ان رئيس الوزراء تفاجأ، انا اختلف مع الدكتور الصوابي. في قبل 10 اشهر كلف احد مسؤولي السلطه المحليه في تعز وقابل الدكتور معين عبد الملك وعرض عليه ان يطلق المليون الدولار الذي كان امر به الدكتور رئيس الوزراء السابق بن داغر، وتحفظ الاخ معين عبد الملك ولم يصرف هذا المبلغ. كيف يتفاجأ اليوم؟ صراخ جرحى تعز ملاء الافاق، بلغ عنان السماء. كل يوم الجريح هذا الذي ضحى الاصل ان يكون مكانه الطبيعي في المستشفيات في اماكن التاهيل، على ان يكون بين الحين والاخر وهو في الشوارع بين الشمس وبين الريح بعكازه بكرسيه المتحرك بجراحه بكذا بكذا. هذا عيب في حق الشرعيه وعيب في حق القياده ان يصل جرحانا لان يهانوا هذه الاهانه. لكن هناك تجاوب ربما مع طالبكم، يعني التوجيه الاخير ب 500 مليون ريال يمني، هناك سرعه في التجاوب والتعاطي معكم من قبل الحكومه. هذه ال 500 كما قلنا لكم وكما قال الدكتور الترابي حق ماذا؟ 300 قرابه 315 جريح يحتاجون السفر مديونيات في الخارج في الهند وفي مصر للجرحى. جرحى جدد الان يسقطون جراء القصف وفي الجبهات، ماذا تعني 500 مليون؟ لماذا تصرف للجنه مارب 12 مليون دولار ميزانيه 2019 2020 ولم تصرف لجرحى تعز هذه المبالغ؟ لماذا هذه الانتقائيه؟ لماذا تدير اقولها الان وعبر قناه بلقيس رساله للاخ رئيس الجمهوريه ولنائبه ولرئيس الوزراء ولكل المعنيين في الشرعيه، لماذا هذه الانتقائيه مع جرحى تعز؟ لماذا تديرون ظهوركم لجرحى تعز؟ اليسوا من دافعوا عن الشرعيه؟ اليسوا ابناء تعز في تعز وفي كل محافظات الجمهوريه يفتدون هذا الوطن ويقاتلون من اجل دحر الميليشيات واستعاده الشرعيه في كل جبهات الجمهوريه؟ تعز لم تترك لم تدير ظهرها للوطن، فكيف بقياده الوطن تدير جرحى ظهرها لجرحى تعز وتتركهم يعانون ويتالمون بمنفردين؟ لا جرحى رجال وشباب تعز في كل الجبهات لبوا نداء هذا الوطن وهبوا الجبهات دفاعا عن الشرعيه ودفاعا عن هذا الوطن وافسدوه بارواحهم باشلاء من اجسادهم. يجب ان يبادل الجميل بالجميل للاخ رئيس الجمهوريه ونائبه ورئيس الوزراء وكل المعنيين. جرحى تعز سيجان فوق الرؤوس، يجب ان يرد لهم بعض من جميلهم. نحن في الحق الاول من حق الجريح وهو العلاج، فكيف بقيه الحقوق؟ الجريح الاصل ان يصل الى الحياه الكريمه التي يستحقها كجريح ضحى في معركه الدفاع عن الوطن واستعاده الشرعيه. اشكرك جزيلا نشوان الحيدري امين عام رابطه جرحى تعز، وايضا الشكر موصول لضيوف هذه الحلقه من زوايا الحدث. في الختام تحيه طاقم البرنامج، في امان الله.